يعني الأستاذ عصام اليوسفي عن الفرقة الفائزة بالجائزة الكبرى أو جائزة العمل المتكامل للدورة الثانية لمهرجان مسرح الشباب. وقد عادت الجائزة الكبرى إلى العرض المسرحي الجنود البنسيون. اليوم كنحتفلوا بالاختتام ديال جائزة واحد الجمعية مسرح الشباب في الدورة الثانية والدورة الحادية عشرة بالنسبة للمهرجان منذ التأسيس. الحمد لله على أن الاختتام مر في أجواء جميلة جدا، وكان واحد المنافسة على أشدها، وخصوصا أن اللجنة الناس على أن الأعمال كانت في المستوى، وكان عندهم واحد شوية ديال الحيرة كيفاش يختاروا الأجود، ولكن الحمد لله على أن النتائج كانت مرضية والناس كانت فرحانة. على الأهم في هذا الشيء هو أن أول منافسة كانت شريفة، والناس كلهم كانوا راضيين على النتائج، لأن كنا كنحثوا عليهم باش يحضروا العروض ويشوفوا باش ما يتفاجئوش من بعد النتائج. ولكن الحمد لله على أن الرد فعل كان إيجابي، وكان آمنوا بأن النتائج كانت هي هذيك، كانت فيها واحد نوع من المصداقية وواحد نوع من صدق اللي خلى على ان كل شيء امن بان اللجنه كانت في محلها. ومن هذا المنبر كنشكرهم جدا على السعه ديالهم وعلى الحرص على انهم يكونوا منصفين، يكونوا ما كيجاملوا حتى شي حد، وهذه هي هذا هو الاساس ديال الاختيار ديال الفرق اللي نالت الجوائز، سواء منهم سينوغرافيا او اخراج او احسن نص او احسن تمثيل او الامال، وهذه كلها اشياء الحمد لله اللي تصبحات. وكاين الجائزه الكبرى اللي عاد غادي نعلنوا عليها ان شاء الله. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. ريم البشيري، ممثله من مدينه وجده، فرقه محترف عكاظ للابداع الفني. احنا جد فرحانين اليوم، فرحانه بانني ديت احسن ممثله في التشخيص، وكذلك دينا الجائزه الكبرى للعمل المتكامل. كنبغي نشكر سي محمد الجم على هذه التظاهره الوطنيه الرائعه، أكثر من رائعة. كنشكر الفرقة المسرحية اللي كانت معايا، الشكر الخاص لسي محمد الجم اللي كون ما كانش هو ما كانش غادي تكون هاد التظاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عادل الخريدي، مخرج عمل للسولدا أوبيي أو الجنود المنسيون، اللي الحمد لله اليوم توج هذا العمل بجائزة العمل المتكامل، وكذلك بجائزة أحسن ممثلة. الحمد لله ممثل في هذا الشرق اللي صراحة رغم الإكراهات اللي عشناها لا في التدريب ولا حتى في حضور المهرجان الوطني، إلا أنه هذا المجهود هذا الحمد لله توج هذا الجائزة اللي عمري ما ننساها صراحة، لأنه اشتقنا لمثل هذه المهرجانات، خاصة مهرجانات الشباب. مهرجانات الشباب اللي كنشكروا جمعية أصدقاء محمد الجم اللي ولات حياته فينا، خاصة بعد تدهور مهرجانات الهوات وحتى مهرجانات المحترفين اللي ما كناش كنشوفوها في المغرب. اليوم هذا المهرجان هذا اللي في الدورة الثانية ديالو، نتمنى ان شاء الله المواصلة، حتى حنا من البعيد او قريب غادي ندعموا هذا المهرجان، لان مجموعة ديال الشباب راه معنا كما قال محمد الشام في واحد الكلمة ديالو، راه كانوا شاركوا فيه كأطفال في المسرح المدرسي، واليوم الحمد لله شاركوا فيه هما كشباب، ونتمنوا انهم يشاركوا فيه كما كنقولوا حنا زيدوا يكبروا ويشاركوا فيه كمحترفين. والحمد لله مدينه الرباط اليوم مصفاتنا، وكنشكر مدينه الرباط هذه المدينه الجميله اللي صراحه ديما كنتوحشها وديما خصني نجي نشوفها، ومدينه الفن، مدينه الفن مدينه الرباط، ونشكر جميع التشجيعات ديالهم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.